أعزائي المشاهدين، أحييكم أينما تكونوا. أبي أحمد يريد من الرئيس السنغالي التوسط له لدى فرنسا، ويتهم الأمم المتحدة بنقل مسلحي تيغراي في سياراتهم. أبي أحمد يشتري لوبي لتحسين صورته في الولايات المتحدة الأمريكية ب$45 أسبوعيا. الأمم المتحدة تقول أنها بسبب دراسة تجنيد اللاجئين الإثيوبيين في السودان ضد إثيوبيا. السودان يتعرض لضغوطات سياسية بعدم التسعيد مع إثيوبيا في مسألة الأسلحة القادمة عبر الخطوط الجوية الإثيوبية. الحكومة الإثيوبية تعترف فقدان مناطق عدة في أوروميا لصالح جيش التحرير الأورومي. في هذه الحلقة سوف أتناول الزيارة التي قام بها أبي أحمد للسنغال. يعني كما تعلمون بين السنغال وبين إثيوبيا نوعا ما يعني ليست هناك علاقة قوية، ولكن أبي أحمد زار السنغال اليوم لكي تتوسط له لدى فرنسا. كما تعلمون فإن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في يونيو الماضي أوقف التعاون العسكري بين إثيوبيا وبين فرنسا بسبب الحرب الدائرة في الشمال الإثيوبي. والشيء الثاني، كما تعلمون إن جمهورية السنغال لديها خبرة طويلة في الأنهار، وكانت في زيارتها الأخيرة وزيرة الخارجية السودانية طلبت من الرئيس السنغالي التوسط في مسألة سد النهضة الإثيوبي من الرئيس السنغالي الذي وعدها خيرا، قائلا أن لبلاده تجربة تزيد عن 40 عاما في إدارة الأنهار الدولية تتمثل في إنشاء منظمة نهر السنغال التي تقوم على إدارة المنافع المشتركة والمشاريع الاستثمارية في البلاد المتشاطئ على النهر. يعني الرئيس السنغالي هو الذي وعدها، يعني بعض المزاد تتحدث على أن الرئيس السنغالي ابتدى التواصل مع الإثيوبيين ومع السودانيين ومع المصريين في حل هذه المسألة، كما قال في وقت سابق مع المسؤولة السودانية، حيث قال إنه سوف يتواصل مع الرئيس الكونغولي الذي يترأس المنظمة أو الاتحاد الإفريقي في حلحلة هذه المسألة. ولذلك فإن زيارة أبي أحمد للسنغال في الدرجة الأولى لكي تتوسط السنغال له لدى فرنسا لكي تبدأ توريد الأسلحة له لكي يحارب بها مسلحي جبهة تحرير تيغراي ومسلحي جبهة تحرير الأورومو الذين يحاربون في الشمال وفي الجنوب الإثيوبي. ولذلك في النقطة الثانية فسوف يتشاور معهم في هذا التوسط الذي يريدون أن يتدخلوا في مسألة سد النهضة الإثيوبي بين السودان وإثيوبيا ومصر. ولذلك فزيارة أبي أحمد يعني ضرورية للسنغال. كما تعلمون منذ أسبوع تقريبا كان في زيارة لرواندا وليوغاندا، بينما في يوغاندا طلب منهم التوسط لدى الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والتوسط له لدى بعض الدول الإفريقية خصوصا السودان. وفي مسألة رواندا رئيس الرواندي طلب منه أن يتخلى عن السلطة وأن يأخذ لجوءا سياسيا في رواندا ولكي تنتهي المشاكل في إثيوبيا، ولكن أبي أحمد غضب من هذا الاقتراح ورجع لبلاده كما تقول المصادر. ولذلك فإن زيارة أبي أحمد للسنغال فهي في الدرجة الأولى لكي يتوسط له الرئيس السنغالي لدى فرنسا لتستأنف توريد الأسلحة. يعني كما تعلمون جمهورية فرنسا فهي الآن في صدد تدريب حوالي 400 من القوات البحرية الإثيوبية ووعدتهم لتوريد أسلحة لهم، ولكن في يونيو الماضي أوقفت هذا التعاون بسبب حرب الدائرة
في الشمال الإثيوبي. والآن أنتقل لفقرة أخرى، فابقوا معي. أبي أحمد يشتري لوبي لتحسين صورته في الولايات المتحدة الأمريكية ب 45 دولار أمريكي أسبوعيا، فهذه كارثة أبي أحمد، فهو أكفل يعني من دون أن يستشير مع وزارة الخارجية أو مع المعنيين في إثيوبيا، قام بإكفال حوالي 30 سفارة وقنصلية، ومن ضمن هذه القنصليات التي قام بإكفالها قنصلية مينيسوتا التي تدور عليه على ما أبلغنا به بعض المسؤولين هناك ب 35 ألف دولار شهريا لإعطاء تأشيرات وإلى آخره للعملاء الذين يريدون أن يذهبوا لإثيوبيا، ولكن أبي أحمد أكفل كل هذه السفارات وبعدها يشتري لوبي في الولايات المتحدة الأمريكية لتحسين صورته. وكما تعلمون فإن مسؤولين أمريكيين عدة زاروا إثيوبيا ولكنهم لم يقابلوا أبي أحمد، فهو كان يتهرب منهم زارة بالذهاب لإريتريا ومن ثم الذهاب لتركيا لكي لا يقابلهم، وصارت تارة أخرى يتحجج في أمور واهية لكي لا يقابلهم، والآن فهو اشترى لوبي ب 45 ألف دولار شهريا لكي يحسن صورته في الولايات المتحدة. طيب هذا اللوبي إن ذهب لأحد المسؤولين الأمريكيين لكي يتناقش معه في مسألة أبي أحمد، فهذا المسؤول يعني سوف يقول له إنه ذهب لإثيوبيا وأبي أحمد رفض أن يقابله، يعني وأنت تأتي تحدثني لكي أتعامل مع أبي أحمد، يعني فهذا يعني التلاعب في أموال الإثيوبيين، فهذا لا نعلم يعني كيف أبي أحمد يتصرف يعني في الآونة الأخيرة، هل هو يعتبر من الجنون أم يعني لا نعلم، يعني هل هو سياسة أبي أحمد يعني هل هي متوازنة أم الرجل يعني كما يقوله البعض قد فقد عقله ولا يريد أن يعرفه الناس أما يعاني، فهو يشراء ب 45 ألف دولار لوبي في الولايات المتحدة لكي يحسن صورته لدى المسؤولين الأمريكيين، يعني بأسبوعين حوالي 90 ألف، يعني بشهر حوالي 180 ألف دولار يعني لوبي اشترى بهذا الشكل، ولا نعلم ماذا يفيده هذا اللوبي لكي يشتري بهذا المبلغ الطائل، بينما الشعب الإثيوبي يعاني الجوع والأمراض والجهل بسبب عدم وجود الدولارات في إثيوبيا. والآن ننتقل لموضوع آخر. والأمم المتحدة تقول أنها بصدد دراسة تجنيد اللاجئين الإثيوبيين في السودان ضد إثيوبيا، يعني فهذا شيء كما أبلغتكم في السابق، فإن أشاغري رئيس أقليم أمهارا قد قال بأنهم خاضوا حربا ضد مسلحي كمان المتحالفين مع جبهة تحرير تيغراي الذين يهاجمون أقليم أمهارا بصفة يومية، وقال إنهم سيطروا على عدد منهم أو أسروا عددا كبيرا من هؤلاء ولقوا في جيوبهم أوراقا تخص اللجوء، أوراقا تخص أوراقا يعني أوراقا صادرة من المفوضية السامية للاجئين، يعني كما تعلمون إن أغلب الإثيوبيين المتواجدين في السودان فهم لاجئون، قد صدرت لهم بطاقة اللجوء في السودان، ولذلك فهو يريد أن يتهم السودان في هذا الشأن قائلا بأن بعض هؤلاء اللاجئين قد أتوا من السودان مجندين يحملون سلاح في وجه الدولة الإثيوبية، فهذا إن صح يعني فهو نوعا ما يعني شيء خطير للسودان، فإن السودان يعتبر لم يسيطر على هؤلاء اللاجئين لكي لا يذهبوا لإثيوبيا لكي يقاتلوا الجيش الإثيوبي إلا بموافقة السلطات المعنية، يعني فهذه الرسالة التي يريدون أن يصلوا إليها، فهذه هي يعني إن هؤلاء اللاجئين الذين أتوا ليحاربوا الحكومة الإثيوبية من السودان
فهم أتوا بموافقة بعض السلطات أو بعض المتنفذين، يعني هكذا يريدون أن يقولوا للعالم، فهم أبلغوا هذا الشيء للمفوضية السامية للأمم المتحدة. فالمفوضية السامية للأمم المتحدة قد قالت إنها وعدتهم إنها بسدد دراسة هذا الموضوع، يعني تجنيد اللاجئين شيء خطير. فإن أثبت التقرير وجود أو تجنيد هؤلاء اللاجئين في القتال في أثيوبيا، فهذا الشيء يعتبر نوعا ما خطيرا للسودان. ولذلك الأمم المتحدة طلبت من الحكومة الإثيوبية تقديم كامل المعلومات عن هذا الملف. فإن لم يستطيعوا تقديم كامل الملف، فهما في نظر الأمم المتحدة سوف يعتبرون يعني لفقوا تهمة لجهة سامية عليا، فهذا سوف لن يكون في صالحهم. أنا ذكرت لكم في السابق فإن حكومة أقليم أمهرة بسبب اتهام حكومة السودان بالوقوف وراء هؤلاء المسلحين، كما اتهمت السودان بالوقوف وراء المجموعة التي حاولت مهاجمة سد النهضة الإثيوبي. ولذلك الأمم المتحدة الآن طلبت منهم ملفا كاملا ومعلومات وافية وشاملة في هذا السد، لكي تدرس هذا الملف من كل النواحي ومن ثم تتوجه للسودان، يعني كيف حصل هذا الأمر. وإلى الآن الأمم المتحدة لم تبدأ في التحقيق، ولكنها وعدتهم بأن تبدأ في هذا التحقيق والانتهاء منه قريبا، يعني فهذه غايتهم، يعني أنهم أعلنوا ونشروا صورا لهؤلاء اللاجئين القادمين من السودان. ومن ناحية الحرب التي تدور في الشمال، فجبهة تحرير تيغراي يعني نوعا ما متوقفة في مكانها، فلم تتقدم كما كان في السابق، يعني كل يوم والتاني كان لها تقدم لكي تحتل مدن وراء مدن، ولكن الآن نوعا ما متوقفة في مكانها، بينما إعلانها يوميا يتحدث على أنها سيطرت، على أنها قاعدة تتوسع في الشمال ولو وفي الجنوب الولو. ومن ناحية عفر، على ما يبدو قد تعرضوا لخسائر كبيرة، كما أعلن مسلحو عفر الذين كانوا يدافعون عن هذه المنطقة بالتعاون مع الجيش الإثيوبي ومع الميليشيات الإثيوبية، بأنهم طهروا منطقة عفر من مسلحي جبهة تحرير تيغراي، كما قالوا أنهم غنموا أسلحة كثيرة وأسروا ضباطا أو جنرالات عدة خلال هذه المعارك، وعرضوا جنرالا كبيرا في التلفزيون الإثيوبي، قالوا الشاوس أو الشجعان العفريين الذين قبضوا عليه، والعفريين أعلنوا تسوية مناطقهم من مسلحي جبهة تحرير تيغراي، ولكن من ناحية مسلحي جبهة تحرير تيغراي فلم يصدر بيان يشجع أو يؤيد هذه النظرية التي يدعيها العفريون، ولكن العفريين يقولون بأنهم طهروا منطقتهم بالكامل من مسلحي جبهة تحرير تيغراي. أما في ولو فجبهة تحرير تيغراي كما قلت لكم فهي قاعدة تتوسع في شمال ولو، وإلى الآن لم تصل إلى منطقة باتي، يعني مدينة باتي، يعني كبرى مدينة باتي أو دسي، لم تصل إليها. والأمهريين أو الميليشيات الأمهرية يقولون نحن دحرناهم، ولكنهم في المقابل لم يحرروا مدينة كبرى مدن المنطقة اللبلة التي سيطر عليها المسلحون منذ فترة طويلة، لم يحرروها. ولذلك فهم يدعون وهؤلاء يدعون، والحقيقة على أرض الواقع فإن المعركة الآن كل فريق لم يتقدم لكي يحرر على أراضي جديدة،
لكي يحرر، والميليشيات الأمهرية والجيش الإثيوبي وإلى آخره، فلم يتقدموا مترا واحدا لكي يحرروا الأراضي التي احتلتها على ما يقولوا جبهة تحرير تيغراي. والجبهة تحرير تيغراي فلم تتقدم لمناطق جديدة، فهذه الحرب يعني نوعا ما لها أسبوع تقريبا واقفين كل واحد في مكانهم. وفي بعض المصادر تتحدث أن مبعوثا أوروبيا حاليا يتواجد في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، بينما الإعلام الإثيوبي لم يهتم بهذه المسألة، ربما أنهم بتعليمات من جهات عليا لم يتطرق لهذه المسألة. ومسؤول أممي كبير يتواجد حاليا في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا لحل حالة هذه المواضيع. كما قلت لكم أن الأمم المتحدة لديها اقتراح بأن ينسحب الجبهة تحرير تيغراي من الأراضي التي تحتلها الآن، والأمهريون ينسحبون من الأراضي التي احتلوها في السابق، والجيش الإريتري ينسحب وبعدها يدخل في التفاوض. ولكن أبي أحمد نوعا ما يتهرب من هذه المصالحة، لأنهم إن حصلت هذه المصالحة فسوف يتقاسمون، فسوف يأتي بعدها الاعتراف بجبهة تحرير تيغراي وبالانتخابات التي أجرتها في منطقتها. ولذلك التداعيات القادمة يعني نوعا ما تقيل على أبي أحمد، ولذلك فهو يرفض يعني في هذه المصالحة. ومن ناحية اللاجئين أو المتضررين من الحرب في أقليم تيغراي، فأعلنت بعض التقارير عن وفاة حوالي 150 شخصا من جراء الجوع لعدم تلقيهم الغذاء الكافي، بينما الأمم المتحدة تقول إنها أرسلت عدة سيارات، يعني في الأسبوع الماضي أرسلوا حوالي 500 سيارة، ولكنها تتعرض في الطريق للتفتيش الرهيب في منطقة عفر، لكي يتأكدوا المسؤولون الإثيوبيين أو السلطات الإثيوبية لكي تتأكد من أن هذه السيارات لا تحمل أسلاح لمسلحي جبهة تحرير تيغراي، وهذا الذي أخر المساعدات لكي لا تصل للمتلكرين. ومن ناحية أخرى أبي أحمد يتهم الأمم المتحدة بأن هذه السيارات التي دخلت لأقليم تيغراي حوالي 70 سيارة لم تعد لإثيوبيا، وهو اتهم الأمم المتحدة بأن هذه السيارة تستخدم بأن هذه السيارة تستخدم لنقل مسلحي جبهة تحرير تيغراي في تنقلاتهم، ولكن الأمم المتحدة نفت وقالت فإن هذا الشأن يرجع لهم سيارتهم هم، يعني فما دخل أبي أحمد. وأبي أحمد بعدها لم يرد عليهم، سكت، لأنه يريد أن يلخبط أو أن يخلط الأوراق لكي تتوقف هذه المساعدات لكي لا تذهب إلى هناك، والشعب اللي في تيغراي يجوع، وبعدها يعلنوا الاستسلام أو يحاربوا معه جبهة تحرير تيغراي. ولكن هذا لم يحصل، لأن تيغراي كما رأيناهم كلهم متحدين مع جبهة تحرير تيغراي، سواء جاعوا أو تعرضوا للقصف أو تعرضوا للموت فهم متحدون. وكما أصدرت CNN تقريرا مفصلا قائلة بأن مواطنين تيغراي في منطقة حمراء قتلوا وعذبوا ورميت جثثهم في النهر، يعني فهذا الذي مستقبلا سوف يؤثر على صورة أبي أحمد في الغرب. ولذلك أبي أحمد اشترى لوبي ب 45 ألف دولار أمريكي. والآن ننتقل لموضوع آخر، فابقوا معي. السودان يتعرض لضغوطات سياسية بعدم التسعيد مع إثيوبيا في مسألة الأسلحة القادمة عبر الخطوط الجوية الإثيوبية. كما تعلمون أعزائي المشاهدين، كما تعلمون منذ يومين أصدرت وكالة الأنباء السودانية سونا بيانا قالت فيه بأن أسلحة قادمة من إثيوبيا عبر الخطوط الجوية الإثيوبية تم السيطرة عليها في مطار الخرطوم، وهذه الأسلحة أسلحة متقدمة وفيها مناظر رؤية ليلية.
يعني بعد ورود أنباء استخباراتية فتم السيطرة على الأسلحة. وبعدها بيوم أصدرت الخطوط الجوية الإثيوبية كعائلة بأن لديها الوثائق القانونية لنقل هذه الأسلحة، كعائلة أن هذه الأسلحة تابعة لجهة ما في السودان. هذه الجهة رفعت علينا دعوة قضائية كما قالت الخطوط الجوية الإثيوبية، قالت هذه الجهة المالكة لهذه الأسلحة رفعت علينا قضية في المحاكم السودانية، ولذلك نحن لدينا الوثائق لنقل هذه الأسلحة، والأسلحة نقلت لمالكها الأصلي. والبيان السوداني كما تذكرون ذكر أن هذه الأسلحة قادمة من روسيا منذ 2019، يعني لها سنتين في إثيوبيا. إذا كانت أسلحة مرخصة فلماذا تقعد في إثيوبيا سنتين؟ وإن كانت أسلحة أو غيرها، السودان لديها وزارة الدفاع ووزارة الخارجية، لديها خطوط جوية معتبرة سودانير، ولديها خطوط النقل البحري، ولماذا الأسلحة تأتي عن طريق أثيوبيا من روسيا؟ فهذا الموضوع فيه عدة أمور ملتوسة، ولذلك فهذه الأسلحة نوعا ما أريد بها الإضرار بالأمن السوداني، ولكن المخابرات السودانية نوعا ما منتبهة، فهي التي دبتت الأسلحة وكانت لديها معلومة منذ تحركها. يعني حجزوا هذه الأسلحة سنتين كاملتين في أثيوبيا، ومن ثم بعثوها عبر الخطوط الجوية الإثيوبية من غير سابق إنذار. يعني فهذا نوعا ما لعمل بلبلة أو لعمل لكي يتصادموا الأخوة هناك. يعني كما تعلمون في السودان في ثلاثة رؤوس، يعني حمدوك وحميتي وبرهان، يعني ثلاثة رؤوس هم الذين على أن يقودون الضفة. إن حصل خلل أو تصادم يعني فهذا التحالف سوف ينهار بأقصى ما نتخيله، ولذلك الحكومة الإثيوبية قصدت هذا النوع، ولكن على ما يبدو فشلت. والسودان أذاع هذا الخبر عبر وكالة الأنباء السودانية سونا، يعني وكالة الأنباء السودانية يعني وكالة معروفة ومحترمة لا تزيع خبرا قبل أن تتأكد منه. فهي قالت هذه الأسلحة قادمة من السودان، فيها 72 في 72 صندوق، وفيها مناظير رؤية ليلية. يعني وبعدها الخطوط الجوية الإثيوبية أصدرت بيانا قالت فيه فهذه لديها ما يعطيها قانونا أن تنقل هذه الأسلحة، وهنا انتهت المشكلة. ولكن السودان تعرض على ما يبدو من جهة فاعلة لديها نفوذ في المنطقة بأن يسحب شكوى، يعني يسحب شكوى. فهو السودان أصدر اليوم بيانا قال فيه بأن بأقرأ عليكم بيان الذي أصدرته جمهورية السودان اليوم. أكدت وزارة الداخلية السودانية أن أكثر من 70 صندوقا من الأسلحة التي استوردتها الخطوط الجوية الإثيوبية من أديس أبابا إلى الخرطوم شرعية. نقلت رويترز عن الحكومة السودانية التي قالت يوم السبت أن الأسلحة التي استولى عليها مسؤول الجمارك في مطار الخرطوم استوردها تاجر أسلحة لديه رخصة وتم نقلها بطريقة شرعية. وقالت وكالة الأنباء الرسمية سونا هناك شكوك في أن الأسلحة التي نقلتها الخطوط الجوية الإثيوبية مساء السبت تستخدم لارتكاب جرائم ضد الحكومة السودانية، وعلى هذا الأساس تم ضبطها من قبل سلطات الجمارك. وتقول السلطات الأمنية إنها لا زالت تقوم بالتحقيق في الأسلحة التي تم ضبطها بعد دخولها الخرطوم قادمة من العاصمة الإثيوبية. وقالت الخطوط الجوية في بيان يوم الاثنين، يعني وهذا الذي أريد أن أؤكده لكم، فإن السودان تعرض في هذه المسألة لضغوطات عدة لكي يسحب أو لكي لا يساعد مع إثيوبيا في هذه المسألة. يعني على ما يبدو فإن هذه المسألة تخص جهة فاعلة دولية
إقليمية، فإن هذه الأسلحة أسلحة حقيقية، وإن كانت فيها كما تقول الخطوط الجوية الإثيوبية أو كما يقول البيان الأخير للحكومة السودانية فهي أسلحة سيد وما شابه ذلك، فلماذا تقعد في إثيوبيا سنتين لم تدخل إلى السودان، والآن وقت دخولها فلماذا لم يكون بها علم؟ يعني السلطات السودانية مفروض يكون لديها علم لكي تأخذ إجراءات، ولكن في الأمر فيه إن، ولذلك السلطات السودانية تراجعت عن اتهامها لإثيوبيا في هذه المسألة بعد تعرضها لضغوطات من جهة فاعلة، وهذه الجهة من هي هذه الجهة لا نعلم، ولكن الجهة التي فرضت على السودان بأن يسحب هذا الاتهام فهي جهة فاعلة، يعني هذا الذي للسودان منذ عامين ولكن تحفظ الاثيوبيين عليها مثير للتساؤل بالزبط، يعني هذا هو، يعني السودان هو في بعض الأحيان صح، يعني لكن أنت تشتري أسلحة من روسيا وتأتي بها لإثيوبيا، يعني لا أعلم أنا، يعني إن كانت أسلحة مرخصة ولماذا لم تنزل في الخرطوم؟ وإن كان تاجر أسلحة لديه ترخيص فلماذا لم ينزل في الخرطوم ولماذا ينزلها في إثيوبيا؟ يعني هناك أسئلة عدة، يعني هذه الأسلحة تابعة لجهة نافذة ولذلك لا يريد السودان التصعيد في هذا الموقف، وكما تعلمون فإن جمهورية السودان لديها خلاف مع إثيوبيا على الحدود، ولكن جمهورية تركيا وعدتهم بأن تحلحل هذه المسألة، ولا نعلم هل هي بدأت المفاوضات بينهم، ولكن جمهورية تركيا أخذت منهم إذناً بأن تتوسط لإثيوبيا، بين إثيوبيا وبين السودان والحكومتين وافقوا على الوساطة التركية، ولكن هذه الوساطة هل بدأت أم لم تبدأ فهذا لا نعلم، ولذلك فإن هذه الأسلحة أتت من إثيوبيا بعد حجزها سنتين ودخلت للخرطوم بصفة مفاجئة، فهذا الذي يتساءله المراقبون، ولكن هل تدخلت تركيا بأن تسحب السودان هذا التصعيد؟ لما لا، يعني تركيا لها نفوذ الآن، لها نفوذ في إثيوبيا ولها نفوذ في السودان، ولذلك ممكن أن تكون هي التي طلبت من السودان عدم التصعيد مع إثيوبيا في الوقت الحالي. والآن أنتقل بكم لموضوع آخر، فابقوا معي. الحكومة الإثيوبية تعترف بفقدان مناطق عدة في أورميا لصالح جيش التحرير الأورمو. أعزائي المشاهدين، كما وعدتكم أنا أعطيكم بخبر جديد كل يومين عما يدور في إثيوبيا بشأن الحروب الداخلية التي يخوضها جيش التحرير الأورمو من جهة وجيش التحرير التيغراي من جهة أخرى، والحالة الدبلوماسية التي يتخبط فيها أبي أحمد. وكما تعلمون جيش التحرير الأورمو يخوض حربا شرسة ضد الجيش الإثيوبي منذ 3 سنين، والآن الحكومة الإثيوبية اعترفت بإصدارها تقريرا رسميا بفقدان السيطرة على منطقة ولقة نهائيا، بصفة نهائية، يعني منطقة ولقة تعتبر كأنها أقليم، يعني أقليم زيها زي أقليم أمهارا، زيها زي أقليم تيغراي، فهي كبيرة فيها نسبة كبيرة من السكان، فهذه المنطقة الحكومة الإثيوبية أصدرت بيانا
رسميا بفقدان السيطرة على هذه المنطقة، قائلة بأن الشعب أو المواطنين هناك يؤيدون جبهة تحرير الأورومو ويشجعون مسلحي جيش تحرير الأورومو الذين يخوضون حربا مسلحة ضد الجيش الإثيوبي، ولذلك فهم سيطروا على ما قال البيان الإثيوبي، فهم سيطروا على أكثر من 100 مكاتب، والمحافظين والموظفين الفيدراليين كلهم هربوا من المنطقة للعاصمة الإثيوبية أديس أبابا. والآن المنطقة قالت إنها تحت سيطرتهم. وأضاف هذا التقرير إن في منطقة هرر في منطقة شرق أوروميا التي في منطقة شرق أوروميا فإن الغلاء المعيشي فهو سوف يجبر أن الشعب هناك يأخذ موقف واضح ضد الحكومة. إذا لم تتخذ الحكومة موقفاً لصالح المواطنين الذين يعانون عن غلاء في المعيشة، ولذلك التقرير أكد في منطقة عصري نفس الشيء، المواطنون آراؤهم سلبية ضد حكومة أبي أحمد. يعني التقرير على ما يبدو عملوا تقرير عن منطقة ولقة، عن منطقة شرق أوروميا، عن منطقة عصي، وعن منطقة بورنا، هذه المناطق كلها المواطنين آراؤهم سلبية لحكومة أبي أحمد بصفة عامة لحكومة أبي أحمد، فهم غضبانين من حكومة أبي أحمد كما يبين هذا التقرير الحكومي. فهو يبين غضب المواطنين الأورميين في كل من منطقة بورنا ومنطقة بوجي ومنطقة ولقة ومنطقة هررجي، يعني غضبهم شديد من الحكومة الإثيوبية. ومنطقة ولقة كما قال التقرير فإنها خرجت عن سيطرة تحت سيطرة الحكومة الإثيوبية. فهذه المنطقة الكبيرة التي مثلها مثل أقليم أمهرة يسيطر عليها الآن مسلحو جبهة تحرير تيغراي. وفي وقت سابق قد قبضوا هناك على بعض الأفغانيين وعلى بعض الصينيين الذين كانوا يبحثون من مناجم الذهب وما شابه ذلك، ولكنهم أفرجوا عنهم بمساعدة الصليب الأحمر الدولي. وهذا التقرير يعني يؤكد ما كنا نزعه يوميا من أن الحكومة الإثيوبية قد فقدت السيطرة على حكم إثيوبيا من كل النواحي السياسية والعسكرية والاقتصادية والاجتماعية. الحكومة الإثيوبية الآن لو أنت ذهبت يعني تجلس مع ناس وتذكر لهم أبي أحمد، ناس يتركوك ويذهبوا لأنهم لا يريدون أن يتحدثوا في هذا الشيء معك. إن حكومة تريد أن تعمل اجتماع مع المواطنين فهي تجمع موظفي الدولة فقط، يعني إنما المواطنون لا يريدون يعني يذهبوا، فهم يرفضون أوامر صادرة إليهم من الحكومة الإثيوبية. فهذا التقرير يؤكد فقدان، اعترفت الحكومة الإثيوبية بفقدان مناطق عدة في أوروميا لصالح جيش تحرير الأورومو. ومن هذه المناطق اعترف التقرير بأن منطقة ولقة كبرى، منطقة أوروميا، قد خرجت عن سيطرة الحكومة الإثيوبية. ومنطقة شوا نوعا ما 47% خرجت عن تحت السيطرة الحكومة الإثيوبية. ومنطقة جوجي ومنطقة بورنا قد خرجت عن منطقة الجيش الفيدرالي الإثيوبي، ولكن أبي أحمد كما تذكرون يحتفظ بالجيش، يعني بالحرس الجمهوري حول العاصمة الإثيوبية، بما أن جيش تحرير الأورومو يريد أن يسيطر على العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، ولكن أبي أحمد يحتفظ بالحرس الجمهوري، الحرس الجمهوري كما تعلمون فهو مسلح تسليحا جيدا فهو لم يحارب في منطقة تيغراي، فهو ذهب لمنطقة تيغراي، ولكنه بعد تعرض الجيش الفيدرالي الإثيوبي للهزائم فهو انسحب من هناك بسرعة.
والآن هو مسيطر على العاصمة الإثيوبية من شوارع الأربعة التي تأتي من الخارج للعاصمة. ولذلك حتى أبي أحمد تقول المصادر فإنه لا ينام في مكان واحد ليلتين خوفاً على حياته ولذلك فإن ما قدمته لكم لهذا اليوم وينتهي إلى هنا. إلى أن ألقاكم في حلقة أخرى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والآن أرد على بعض أسئلتكم. صحيح، خبر الأسلحة تم ضبطها في مطار الخرطوم، خصوصا أنها أسلحة تم التحفظ بالذات وهي مرخص للاستيراد. يعني نحن الأسلحة ليس لدينا خلاف، نحن الأسلحة سواء كانت للصيد سواء كانت لتخريب الحالة الأمنية في السودان، فهي الأسلحة تم شراؤها من روسيا منذ سنتين حسب البيان. ولماذا احتجزتها السلطات الإثيوبية لديها سنتين؟ ولماذا أفرجت عنها الآن؟ ولماذا تراجع السودان عن اتهام إثيوبيا بإبعاث أسلحة عبر الخطوط الجوية الإثيوبية؟ يعني نوعا ما في هذه المسألة فيها إن سوف تتضح مع الأيام المقبلة. ما تقوم به تركيا من دعم لأبي أحمد ما هو إلا بعد طردها من جزيرة سواكن ودعمت أبي أحمد. أستاذ كلامك صح، هو يعني موضوع تركيا موضوع السودان هذا له يعني أبعاد سياسية طويلة، ولذلك لكي نشرح لازم نأخذ نهار كامل. كما تعلم إن الحكومة السودانية الحالية التي أتت بموجب الثورة السودانية أخذت موقفا واضحا لا لبس فيه بوقوفها إلى جانب الحكومة المصرية في مسألة سد النهضة الإثيوبي. وفي هذا السبب عمر البشير كان أعطى منطقة سواكن للأتراك، وهذه الحكومة الجديدة ألغت هذا الاتفاق الذي وقعه البشير. ولكن العلاقة المصرية السودانية خصوصا بعد انتهاء جلسة مجلس الأمن الدولي على ما يرام، وهذا الذي جعل الحميتي الرجل الثاني في الدولة السودانية يتجه لتركيا، وبعدها برهان يعني عملوا معها اتفاقية لم يوقعها البشير في حياته مع تركيا، يعني أعطوها 30,000 فدان لكي تزرع فيها تركيا. يعني تركيا الآن تملك في السودان حوالي 30,000 فدان، يعني هذا ليس بشيء سهل، وبعدها الحكومة الإثيوبية رئيس الوزراء ودمك مكنن زاروا على فترتين متقاربتين لجمهورية تركيا، وجمهورية تركيا عملت معهم اتفاقية، يعني كما أبلغتكم في السابق اتفاقية ضخمة، من ضمن هذه الاتفاقية طائرات دورون بدون طيار. ومن هذا المنطلق تركيا لكي تحافظ على هذه المصالح لابد أن يكون هناك تحالف سوداني إثيوبي تركي، يعني هذا ما سوف نشرحه في المستقبل. ولذلك يعني تم طردها من جزيرة سواكن صح، لكن وهي تدعم أبي أحمد وتدعم الجنرال برهان في نفس المجال، تدعمهم الاثنين ماليا، يعني تعتبر تركيا هي المستثمر الثاني في إثيوبيا بعد الصين، وجميع استثماراتها تقع في منطقة أورومية، جميع استثمارات تركيا تقع في منطقة أورومية، يعني ليس لديها استثمارات في منطقة أمهارة ولا في منطقة تيغراي ولا في منطقة صومال ولا في منطقة عفر، عندها مصنع واحد في منطقة عفر، لكن جميع استثماراتها يقع في منطقة أورومية الاستراتيجية. ولذلك فهي تدعم أبي أحمد وتدعم البرهان، ولذلك يعني عرض عليهم أن تقوم بالوساطة، فالبرهان وافق وأبي أحمد وافق، ولذلك سوف نرى مستقبلا تحالفا سودانيا إثيوبيا تركيا موجه لدولة ما في المنطقة وأستاذي السلام عليكم ورحمة الله. أستاذ صالح
صالح ناجي، السلام عليكم ورحمة الله. لماذا الأورما والتجراي لا يوقعون اتفاقا مع بني شنقول؟ هو جبهة تحرير بني شنقول وجبهة تحرير تجراي وجبهة تحرير غامبيلا وجبهة تحرير تجراي بينهم اتفاق على أن يسقطوا هذه الحكومة ويأتوا بعدها بحكومة انتقالية تقودها الشعب الإثيوبي لبر الأمان. فهذا الاتفاق هو موجود، ولكنهم لم يظهروا، يعني جبهة تحرير تيغراي وجبهة تحرير الأورومو بينهم اتفاق رسمي في هذا الشأن، واندمت إليهم جبهة تحرير غامبيلا وجبهة تحرير بني شنقول في صدد الانضمام إليهم. أستاذ صالح، هذا ردا على سؤالك، فإن جبهة تحرير بني شنقول فهي سوف تندم لهذا التحالف قريبا حسب ما أبلغني به بعض المسؤولين من كل الجهات. فالجبهات التي تحارب النظام الإثيوبي سوف أعطيكم بأسهمها في الحلقة المقبلة إن شاء الله. فهو يعني جميع المكونات الإثيوبية لديها جبهة تحرر تحارب الحكومة الإثيوبية في الوقت الحالي، فلذلك لو يوقعوا اتفاقا معينا، ولكنهم متفقون على إزالة حكومة أبي أحمد وإتيان بحكومة انتقالية تقود الشعب الإثيوبي لبر الأمان والانتخابات حرة ونزيهة يختار فيها الشعب الإثيوبي حزبا يمثله ويوجد اتفاق في بين بني شنقول والتجراي والأورومو وكامبيلا على هو بالضبط زي ما قال ألاكسي، اتفاق موجود. تحية طيبة، ما توقعاتك للأيام القادمة في إثيوبيا؟ الأستاذ بارينتو براسو وجه لي سؤالا قائلا توقعاتنا للحكومة الإثيوبية، فإن الآن يتواجد المبعوث الاتحاد الأوروبي يتواجد الآن في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، مبعوث الأمم المتحدة متواجد الآن هناك، والولايات المتحدة لديها مبعوث رسمي في المنطقة في هذا الشأن، ولذلك فهم يعني لا نروح بعيدا في تخيلاتنا، لا نروح بعيدا، لأن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي سوف لن يسمحوا بسقوط أثيوبيا كما سقطت سوريا وسقطت اليمن وسقطت إلى آخره. فهم لم يسمحوا، لأن في أثيوبيا حوالي 110 مليون إنسان، فإن سقطت هذه الدولة فسوف يكون هناك انهيار بشري، فلن تتحمله الأمم المتحدة والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي. فهم لم يتحملوا 40 مليون سوري نزحوا من مواطنهم، ولذلك فهم لن يتركوا الأمور تذهب بعيدا، فسوف يكون الآن هم يضغطون من جهة على جبهة تحرير تيغراي ويضغطون من جهة أخرى على حكومة أبي أحمد. وهناك بعض الأنباء الواردة من هناك، فإن أبي أحمد يعترف بجبهة تحرير تيغراي كحكومة فعلية في أقليم تيغراي، وجبهة تحرير تيغراي تعترف بحكومة أبي أحمد أو بحزب الازدهار. يعني هذا هو ما نسمعه من هناك. لماذا صبر الأورومو كل هذه السنين على هذا الوضع؟ سيمسين منطقة أوروميا فهي الغنية بكل الثروات التي تعيش منها إثيوبيا. لو جئنا على سبيل المثال فأقليم عفر ماذا يورد للخزينة الإثيوبية؟ أقليم الصومال ماذا يورد للخزينة الإثيوبية؟ أقليم أمهارة وأقليم تيغراي، يعني كل هذه الأقاليم ما عدا أقليم أمهارة وأقليم الجنوبية يعني نوعا ما ضعيفين. أقليم تيغراي لا يستطيع أن يعيش نفسه، يعني الآن منقصوا هيليمارم تركهم من زمان وقال لهم خلاص يا جماعة أنتوا انفصلتوا والله يسهل لكم، ولكنهم لم يستطيعوا أن يعيشوا، عاشوا بسنتين في فقر مدقع وبعدها كونوا جيشا واحتلوا به إثيوبيا. والآن أبي أحمد سحب جيشه من هناك، ولكنهم لم يستطيعوا أن يعيشوا لأن أراضيهم ليست أراضي زراعية، ومنطقهم منطقة وعرة، ولذلك فهم لازم يعتمدوا على إثيوبيا للعيش وهذا العيش القوميات الإثيوبية كلها تعتمد على أوروميا. يعني أنت إذا الآخرين ينفصلوا عنك صح، لكن أنت تنفصل عن مين؟ يعني أوروميا عندها 11
أقليم أو محافظة، يعني أقليم هرر وأقليم عرسي وأقليم بالي وأقليم بورنا وجوجي وبورنا وإلوبا بورا وولقة وشوا وولو، وهذه كلها أقليم أرومية. بينما تقرأ أقليم واحد ومهر أقليم واحد وبعدين أقليم واحد، وهذه الأقاليم تعتمد بشكل رئيسي على أرومية. وهل عدم تقدم قوات تيغراي هو مجرد أسلوب تكتيكي عسكري لتفعيل خطة الكماش التي قاموا بها من قبل محاصرة قوات دفاع الجيش وإلغامهم الانسحاب للعودة لمكالي؟ والله أستاذي أستاذ بارينتو، يعني كما نعلم فإن جبهة تحرير تيغراي حررت منطقتها ونقلت المعركة، يعني هذا يعتبر نوعا ما ذكاء من هذه قيادة جبهة تحرير تيغراي لنقل المعركة لأقاليم أخرى. يعني أنت لما يحاربوك في منطقتك وتنقل المعركة لهم فهذا يعتبر إنجازاً عسكرياً، فهي نقلت المعركة لأقاليم أمهرة ولأقاليم العفر. ولكن التقدم الذي كنا نراه خلال الأسبوعين الماضيين الآن لن نرى، لأن الأسلحة التي أتت من تركيا نوعاً ما غيرت المعادلة، ولذلك فهم واقفون منذ أسبوع ليس لهم تقدم يذكر. السلام عليكم أخي، الله ينصركم إن شاء الله يا رب العالمين، إن شاء الله يا رب العالمين، دعواتك إن شاء الله مقبول. والله هم جبهة تحرير أورومو والتغرب وهم يحررون إثيوبيا إن شاء الله، يعني مفتاح إثيوبيا في يد الأورومو، في يد الأورومو. إذا الأورومو لم يفعلوا شيئا فإثيوبيا سوف تكون في خبر، إن كان إثيوبيا تنتصر على أخوانا سواء كانوا أورومو أو تيغراي بالسبب. شكرا أورومو هي إثيوبيا. وإلى هنا تنتهي هذه الحلقة التي قدمتها لكم من تلفزيون مستقبل أورومي للأخبار، وإلى أن ألقاكم في حلقة بعد غد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.